بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال الشارح رحمه الله: لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الله سبحانه وتعالى أخبر عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، واتخذوا عيسى إلها من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع، يوشك أي يقرب. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، أي الذين لم يسوقوا الهدي، أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة رضي الله عنه: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. والحديث في الصحيحين. فالتمتع أفضل أنواع النسك. فابن عباس أنكر على من أخذ بقول أبي بكر وعمر وترك قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أي سئل أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل، يتبع الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عذر لمن استفتي
أي سُئل أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة أي قدرة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وللبخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن جمع بين العمرة والحج وساق الهدي، فلم يستطع أن يتحلل لأنه ساق الهدي. وأما من لم يسق الهدي أمرهم أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصروا ويتحللوا. هذا لفظ البخاري رحمه الله في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر رضي الله عنه: افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما. فالتمتع أفضل الأنساك، وبالجملة فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. فلا يجوز تقديم قول أحد عند قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. من أخطأ يرد عليه، ومن أصاب يؤخذ قوله. وكلام الأئمة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فلهم أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ له أجر. إذا كان من أهل الاجتهاد يعني عنده علم وأفتى بما بلغه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وليس هذا لكل من قال، إنما من كان من أهل الاجتهاد أي يعلم القرآن ويعلم السنة. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت له معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ أن يجوز للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع. ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار أي إلى البلاد عدة سنين. ثم اعتنى الأئمة رحمهم الله بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبيَّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء رحمهم الله صنَّفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل
على أن من يبلغه الدليل فلم يأخذ به تقليداً لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. إذا ثبت الدليل وجب العمل به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمر البزاز، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. كل من قال ووافق الدليل قبل قوله، ومن خالف الدليل رد عليه. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. الذي يترك الدليل من الكتاب والسنة ويأخذ قول فلان وفلان ينكر عليه. فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. ونصوص الأئمة رحمهم الله على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد، أي لا يجوز التقليد وهو أخذ قول الغير بدون دليل، إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها، التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني التي لم يثبت فيها دليل. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، أي الميل، فيهلك. فالذي يترك الدليل من الكتاب والسنة يخشى عليه أن يزيغ عن الهدى والعياذ بالله. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله، رواه عن الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف القرآن فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعاً، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يقبلوا حكمك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. لا بد أن يقبلوا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بانشراح صدر وتسليم بلا معارضة. قال أبو طالب عن أحمد رحمه الله: وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث، أي يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعوه، أي يتركوه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث، أي يتركون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغلبهم أهواؤهم
إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث، وهي سلسلة الرواة وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء رحمهم الله. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة رضي الله عنهم، كالتمهيد، كتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله، والاستذكار له لابن عبد البر رحمه الله، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر رحمه الله، والمحلى لابن حزم رحمه الله، والمغني لأبي محمد ابن عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إنكار منه لذلك، وأنه يقول أي يؤدي إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا والعياذ بالله. وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل أي الشكوك في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا أعرضوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه، يعني يأمرون الناس بأخذ أقوال الرجال وترك الكتاب والسنة. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، وهذا قول باطل، فالواجب هو اتباع الكتاب والسنة. قال المعلق في قرة العيون: وقد أخطأوا في ذلك، أي أخطأوا في هذا الكلام. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. استدل الإمام أحمد بهذا الحديث أن الاجتهاد لا ينقطع، المسائل التي لا دليل فيها يجتهد العلماء وينظر أقرب الأقوال إلى الدليل. ويقول المقلدون: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، كل إنسان يصيب ويخطئ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله، فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وصلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك، وبيان أن المقلد الذي يقبل قول الغيب بدون دليل ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وغيره الإجماع على ذلك. قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك
والشافعي وأحمد رحمهم الله، ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة أي الدليل وخالفهم لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخروا، والاستغناء بها عن الوحيين الكتاب والسنة. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلم ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة رحمهم الله مثابون على اجتهادهم، فالمصنف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناً وتمييزاً للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون. ويعرف ذلك من هو أسعد بالدليل، ويعرف ذلك من هو أسعد بالدليل أي وافق الدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود رحمه الله بسنده عن أناس من أصحاب معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. إذا لم يجد دليل يجتهد وينظر إلى أقرب الأقوال إلى الدليل، ولا آلو أي لا أقصر. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره يعني تشجيعاً وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء رحمهم الله. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين أي سمعاً وطاعة، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين يعني سمعاً وطاعة، وإذا جاء عن التابعين رحمهم الله فنحن رجال وهم رجال، يعني لأن أبا حنيفة تابعي يقول إذا كان كلام التابعين فنحن كذلك من التابعين. وقال: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة رضي الله عنهم يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم. هذه أقوال أبي حنيفة رحمه الله يأمر باتباع الدليل. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا اتركوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. رحمه الله يأمر باتباع الدليل. وقال مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فيجب اتباع قوله، أما غير الرسول إن أصاب يقبل وإن أخطأ يترك. وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء رحمهم الله في هذا لخرج عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. قوله لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا ترك قول الرسول يخشى عليه الهلاك. نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا، أي مالوا، أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فإذا كان المخالف لأمره، لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضياً، أي موصلاً إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إقصاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الأمر، كما فعل إبليس لعنه الله تعالى. فيجب اتباع الكتاب والسنة، ولا يجوز مخالفة الكتاب والسنة. وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: أدخلت عن فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة ويحذر تقديم قول غير ذلك، قول من يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم.